السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم بنات؟ إن شاء الله يا رب بخير. فيديو اليوم هو شرح يونت 6 لسن 4، الدرس الرابع إن شاء الله نشرحه اليوم. عندنا قطعة مهمة جدا ومطلوبة الحفظ، هي القطعة رقم 8 بالكتاب، وأول قطعة بيونت 6، يعني مطلوب إنه تحفظوها، ناخذها إن شاء الله اليوم. Open your student book on page 59 from your student book and career pencil. خلينا نشوف العنوان مات التايتل، هي هاي القطعة المهمة. The school of the future يعني مدارس المستقبل أو مدرسة المستقبل. The school of the future معناتها مستقبل، school مدرسة، فمدرسة المستقبل the school of the future. خلينا نشوف هاي بالأحمر شو تقول. حسن has entered a competition to design a school of the future. Read this entry and match these headings to the paragraph. شنو معناته؟ حسن entered a competition، دخل منافسة to design a school for the future، حتى يصمم مدرسة للمستقبل. حسن has entered، معناته دخل competition اللي هي المنافسة to design، ما هي سابقا معناته تصميم a school for the future، مدرسة المستقبل. Read this entry، نقرأ هاي و match these headings to the paragraph، يعني نوصل كل وحدة من ذني 1 2 3 من هاي القطعة بوحدة من هاي الهيدنجز اللي هي العناوين. خلينا نشوف العناوين شو تقول. الأي يقول a super school، يعني مدرسة سوبر، انه هي يعني متميزة او يعني متميزة، معناتها السوبر ما فيها، يعني حتى بالعربي نقول سوبر. البي global education معناتها تعليم عالمي، global education معناتها تعليم عالمي. وعندنا السي سي virtual learning اللي هو معناته تعليم تخيلي أو تعليم افتراضي، فإذا عندنا super school، global education تعليم عالمي، و virtual learning اللي هو معناته تعليم تخيلي أو تعليم عالمي. تقريبا قطعتنا اليوم يعني هو الكتاب قديم أو يعني مسوي قبل كم سنة، بس هو ده يحكي عن الأحداث اللي قاعد تصير اليوم بالضبط. فعلا صارت التعليم الكتروني والمدارس صارت الكترونيه، وفعلا نداوم يوم او يومين. فتقريبا يعني هاي القطعه تجسيد اللي يصير يعني بهاي الايام. خلينا نشوف هنا القطعه شو تقول. Schools in the future will be very different to schools now. Schools in the future، المدارس في المستقبل. Schools in the future، المدارس في المستقبل. Will be very different to schools now، راح تكون كلش مختلفه عن المدارس الآن. will be very different، مختلفة جدا، to schools now، يعني عن المدارس الآن. there will be much more technology and students will only need to come in the actual school buildings once or twice a week. شنو معناتها؟ there will be much more technology، سوف يكون هناك تكنولوجيا بشكل أكثر، تمام، بشكل أكبر، بشكل أكثر. تكنولوجيا، much more يعني أكثر. and students will only need، الطلاب فقط يحتاجون، سوف يحتاجون فقط to come، إنه يجون، يأتي come to the actual school، يعني المدارس الحقيقية أو المدارس الفعلية. buildings، بنايات المدارس الحقيقية. once or twice a week، مرة أو مرتين بالأسبوع. وذا نلاحظ هذا نفسه اللي قاعد يصير بالوقت الحاضر. إذن schools in the future will be very different to schools now، المدارس بالمستقبل سوف تكون جدا مختلفة عن المدارس الآن. there will be much more technology، سوف يكون تكنولوجيا بشكل أكبر. and students will only need، الطلاب سيحتاجون فقط إلى أن يأتوا to come in the actual to the actual school buildings، يعني بنايات المدارس الفعلية. once or twice a week، مرة أو مرتين بالأسبوع. most of the teaching and learning will take place over computers. most of teaching، معظم التعليم، and learning، معظم التدريس، والتعليم will take place، سوف يحدث. take place معناتها بنات يعني يحدث، وماخذيها سابقا هالكلمة take place. will take place over computers، وين راح يحدث هذا teaching والlearning، التعلم والتدريس؟ هيحدث over computers، على أجهزة الكمبيوتر. over computers، على أجهزة الكمبيوترز which are connected to the internet، اللي هي متصلة بالإنترنت. هاي الكمبيوترات which are connected to the internet، متصلة بالإنترنت. in students own homes، في مدارس، العفو، في يعني بيوت
الخاصة بالطلاب فيدرسون بالبيت يعني بيوتهم الخاصة. Teachers will deliver lessons using the internet at times to suit each students. الteachers المعلمين will deliver lessons سوف يستلمون الدروس يعني using the internet at times. فالteachers المعلمين will deliver deliver اللي هو يعني يوصل أو يسلم الدروس أو ينطي الدروس. deliver إذا سامعين يعني delivery أكيد يعني هالكلمة delivery يعني شنو إنه توصيل. فيوصل lessons deliver lessons يعني يوصل التعليم والدروس using the internet باستخدام النت at times بالأوقات to suit each student حتى تناسب كل طالب. suit معناته يناسب. suit معناته يناسب. Students will also be able to use the internet to communicate and discuss work with other students. يقول الطلاب the students will also be able to سوف أيضا يكونون قادرين will also be able to سوف يكون قادرين على able to قادرين على use the internet استخدام النت to communicate حتى يتواصلون and discuss يعني يناقشون work with other students العمل مع بقية الطلاب. وفعلا هذا الشيء يصير يعني بالوقت الحاضر communicate and discuss التواصل والمناقشة work with other students. I think هنا خلينا نشوف I think there will be fewer small schools in the future because students will learn mostly at home. يعني شنو I think أنا أعتقد there will be fewer small schools سوف تكون مدارس صغيرة أقل in the future بالمستقبل مدارس صغيرة أقل fewer معناتها أقل جاي من few هاي درجة مقارنة comparative in the future بالمستقبل because students will learn mostly at home لأن الطلاب will learn سوف يتعلمون mostly يعني أكثر يعني بالبيت at home غالبا بالبيت. There will be one super school سوف يكون مدرسة واحدة يعني super school مدرسة متميزة in each town or city بكل مدينة أو يعني بكل يعني بكل مدينة أو بكل قرية the students of all ages come to and use the fantastic facilities. شنو معناته إنه راح يكون مدرسة متميزة بكل مدينة يعني the students of all ages يعني اللي بيها الطلاب من كل الأعمار all ages كل الأعمار come to يأتون and use يأتون ويستخدمون fantastic facilities اللي هي الوسائل الرائعة أو المتميزة fantastic يعني مذهلة أو رائعة وfacilities اللي هي الوسائل. There will be sports there will be sports facilities a science park a museum and a mosque. يعني شنو معناته راح يكون هناك الوسائل يعني الرياضية science park منتزه يعني science museum متحف يكون مسجد أيضا ماسك. Young people who are interested in science or music will be able to study at the special building designed for those subjects. يعني young people الناس الشباب أيضا who are interested in science or music اللي مهتمين بالتعليم وال science العلوم والموسيقى أيضا science علوم وميوزك will be able to study راح يكونون قادرين على إنه يدرسون at the special buildings ببنايات خاصة يدرسون ببنايات خاصة designed for those subjects مصممة لهذه المواضيع اللي يقصد إنه هو science والmusic. This new way وصلنا هنا this new way of learning will make it possible for students to connect with other students and teachers all over the world. شو معناته This new way هذه الطريقة الجديدة هذه الطريقة الجديدة of learning للتعليم will make it possible سوف يعني يجعل من المحتمل أو من الإمكانية إنه students to connect يتواصلون with other students إنه الطلاب يتواصلون مع بقية الطلاب and teachers والمعلمين البقية all over the world حول العالم حول كل العالم. If someone has a special interest in something إذا شخص ما if someone has a special interest إذا شخص ما عنده فد اهتمام مميز أو اهتمام خاص in something في شيء ما they can search a global database يعني شنو يقدر يبحث على قاعدة بيانات عالمية يعني يقدر إنه حتى يتواصل مع البقية
تمام ويعني يبحث عن الشيء اللي هو يحبه ويتعلمه يعني عن طريق الإنترنت. To find a teacher حتى يلقي معلم who can teach that students all about their chosen specialism. شنو معناته؟ إنه السكول يعني يكون مثلا إذا students عنده فد موهبة أو عنده فد special interest، عنده فد اهتمام معين يقدر يبحث عنه ويعني وين بالglobal database قاعدة البيانات to find a teacher يلقى معلم who can teach that students يقدر يعلم هذا الطالب all about their chosen specialism. شنو معناته؟ إنه كل يعلمه كل شيء عن هذا الشيء اللي اختص به أو اللي اختاره واختص به، تمام؟ الشيء التخصصي اللي اختاره. chosen معناته مختار اللي اختاره، specialism معناته تخصص الشيء اللي هو تخصص به، اهتمامه اللي تخصص به. The schools of the future will teach many subjects that are important of the Iraqis future because the students will be able to learn from experts all around the world. شو معناته؟ The schools in the of the future يعني مدارس بالمستقبل will teach many subjects يعني راح تعلم يعني مواضيع عديدة subjects مواضيع many عديدة that are important اللي هي مهمة for Iraqi's future مهمة لمستقبل العراق. مهمة لمستقبل العراق هنا الاس بوزيتيف اس اس التملك مستقبل عائد للعراق. Because students will be able to learn يعني لأن الطلاب راح يكونون قادرين على able to قلنا قادر على learn for from experts all around the world يعني لأن الطلاب راح يقدرون يكونون قادرين على التعلم من خبراء من كل العالم، تمام؟ سيكونون قادرين على التعلم وكل واحد بالمجال اللي هو هم يحبه يعني إضافة إلى الدراسة. لهنا خلصنا القطعة، أعيدها بشكل سريع يعني سهلة وما بيها شيء بس عندكم يعني كم كلمة جديدة بس هي فكرتها يعني حتى تحسوها قريبة كلش للوضع اللي إحنا دمر بيه. خلني أعيدها شوية. Schools in the future will be very different to schools now. There will be much more technology and students will only need to come to the actual school buildings once or twice a week. Most of the teaching and learning will take place over computers, which are connected to the internet in students' own homes. Teachers will deliver lessons راح يوصلون الدروس using the internet at times to suit each student. Students will also be able to use the internet to communicate and discuss work with other students. I think there will be fewer small schools in the future because students will learn mostly at home. There will be one super school in each town or city that students all of all age معناته قلنا أعمار come to and use the fantastic facilities. There will be sports facilities, science park, museum and a mosque. Young people who are interested in science or in music will be able to study at the special buildings designed for those subjects. This new way of learning will make it possible for students to connect with other students and teachers all over the world. If someone has a special interest in something, they can search a global database to find teacher who can teach the students all about their chosen specialism. The schools of the future will teach many subjects that are important of Iraqi's future because students will be able to learn from experts all around the world. قطعتنا سهلة ما بيها شيء، لازم كل وحدة نوصلها بوحدة من هاي يعني من هاي الهيدينجز حسب ما قرينا. يعني هسه نمبر 1 تخص الهيدينج نمبر 1 لو 2 لو 3 سوبر سكول مدرسة متميزة او يعني فشي يعني مختلف او شيء يعني جدا متميز. جلوبال ادوكيشن اللي هي يعني تعليم على نطاق العالم عالمي او واسع. فيرتشوال ليرنينج اللي هو تعليم تخيلي. نقدر نقول انه نمبر 1 هي السي هذا التعليم التخيلي او الافتراضي كنا نحكي بيه سابقا انه شلون يقدر المعلم deliver lessons يسلم او يوصل الدروس over the computers على الكمبيوتر اللي which are connected to the internet اللي متصل بالانترنت. زين نمبر 2 يخص شنو النمبر 2؟ يخص السوبر سكول heading number 1 سوبر سكول انه دي يقول هاي السكول تكون يعني بيها وسائل وبيها يعني حتى الناس ان يكونون يعني شباب
ممكن انه يعني يكون لهم فد سبيشال بيلدينجز، بنايات خاصه ديزايند مصممه للسبجكتس اللي هم يعني يحبوها، المواضيع اللي هم يحبوها ان كانت ميوزك اور ساينس. فاذا نمبر 2 ناخذ لها الاي سوبر سكول، ونمبر 3 هنا ده يحكي لنا على الجلوبال ادكيشن اللي هو التعليم العالمي، انه قلنا الشخص يعني او الطالب حتى اذا كان عنده اهتمامات يعني ممكن انه يعني يبحث على معلمين من خارج البلد ومعلمين من مختلف around the world يعني حول كل العالم. زين خلينا نشوف الأسئلة المتعلقة بها، أسئلتها جدا مهمة. هنا عندنا number one، طبعا هي مقسمة إلى A و B، أوكي قسميها إلى A و B. خلينا نشوف الـ A. Answer the following، أجيب الأسئلة التالية. Number one، طبعا حسب ما قرينا إحنا رح نجاوب. How will the teaching and learning take place in the future؟ How will، كيف سوف يكون، how معناته كيف، will the teaching and learning التعليم والتدريس take place، take place قلنا معناتها يحدث، قلنا معناتها يحدث، فشون رح يحدث in the future بالمستقبل. Over computers which are connected to the internet، وين راح يصير؟ Over computers، على أجهزة الكمبيوتر which are connected اللي هي متصلة بالإنترنت. فإذا how will the teaching and learning take place in the future؟ Over computers which are connected to the internet، يعني من خلال الكمبيوتر، والتي ستكون أجهزة الكمبيوتر اللي تكون متصلة بالإنترنت. Number two، how will the students communicate and discuss work with other students؟ يقول يعني كيف إنه students communicate and discuss، communicate يتواصل، discuss يتناقش، communicate معناته يتواصل، discuss معناته يتناقش، work العمل with other students، فشلون راح يتواصلون الطلبة ويتناقشون مع بعض مع الطلاب الآخرين؟ by using the internet، by using the internet، بواسطة استخدام الانترنت. زين نمبر 3، نمبر 3، where will young people who are interested in science or music be able to study؟ يقول where will young people، شو وقت يعني متى، اين، where will young people، الناس المولعين interested in، المولعين أو المهتمين بالساينس بالعلوم والميوزك be able to study، سوف يكون قادرين على الدراسة. تمام، احنا شو وقت قلنا أو where معناته أين، at the special buildings designed for those subjects، في مدارس خاصة، في بنايات خاصة special buildings، بنايات خاصة designed for those subjects، صممت designed for those subjects في هذه الدروس أو لتلك المواضيع. فإذا where will young people who are interested in science or music be able to study، أين ممكن أن يدرسوا الموسيقى يعني والعلوم الناس اللي تكون شباب ومهتمة بهالأمور، العلوم والموسيقى راح يدرسون at the special buildings designed for those subjects، في بنايات خاصة مصممة لهذه المواضيع. Number 4، what is the importance of global education، شنو أهمية the global education، التربية العالمية أو التعليم العالمي أو التربية الشاملة ممكن نقول. Importance أهمية global education التعليم العالمي، الجواب يكون الأهمية مالته to make students connect with other students and teacher all over the world، شنو معناته؟ to make students حتى نخلي الطلاب أو لجعل الطلاب connect يتصل with other students and teacher، يتصل بالطلاب الآخرين والمعلمين الآخرين all over the world حول كل العالم. فإذا number 4، what is the importance of global education، شنو أهمية التعليم العالمي، to make the students connect with other students and teacher all over the world، حتى نجعل الطلاب يتواصل يعني يتصلون بالطلبة الآخرين والمعلمين الآخرين حول العالم. خلينا نشوف البي. البي يقول complete the following، أكمل التالي. Number one، schools in the future will be very different to schools now because their فراغ،
schools in the future, المدارس في المستقبل will be very different to schools now. سوف تكون جدا مختلفة عن المدارس الآن because لأن شنو نقدر نقول نكمل will be much more technology. بس الجواب على قد المعلومة. فمدارس المستقبل سوف تكون مختلفة جدا عن المدارس الحالية. ليش؟ يكون هناك تقنية أكثر. بس which will be much more, will be much more technology. نحفظها. Number two, in the super school there will be فراغ 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 and فراغ يعني عدة فراغات. لازم نربط إنه شنو بالسوبر سكول اللي هي paragraph number two تمام اللي بيها تحكي عن السوبر سكول. شنو راح يكون بيها؟ شنو اللي بيها هاي السوبر سكول المدارس هاي المتميزة؟ بيها sport facilities اللي هي وسائل رياضية, science park منتزه للعلم, وميوزيوم متحف, وماسك اللي هي الجامع. نحفظها أربعة نحفظهم. Super school there will be في المدارس المتميزة سوف يكون هنالك sport facilities, science park, museum and mask. زين. هسه نجي على موضوع عندنا. طبعا الموضوع هو هذا giving more information about people and things. اعطاء معلومات اكثر حول الناس والاشياء. شارح لنا اياه بطريقه يعني مبسطه. راح نجي نفصله بالدفتر ونشوف شلون يجينا بالامتحان. عندنا هنا ضمائر الوصل relative pronouns. ضمائر الوصل اللي هي who, that, whose. who, that, whose relative pronouns ضمائر الوصل. زين. عندنا هنا ملاحظة صغيرة إنه طريقة السؤال بهذا الموضوع دائما ما تأتي على شكل خيارات, فراح نشرحها وفقا للشيء المهم وهو طريقة السؤال الوزاري. يعني فقط راح نشرح الهو والذات والهوز, وراها نجي رأسا على إنه شلون يجينا بالوزاري. أوكي. نجي على نمبر وان. الهو تعني الذي. هو معناتها الذي, وتستخدم إذا جاء قبل الفراغ اسم عاقل. نحفظها. إذا جاء قبل الفراغ اسم فاعل. هو معناتها الذي, تستخدم إذا جاء قبل الفراغ اسم عاقل. ثانيا ذات, وتعني الذي, وتستخدم إذا جاء قبل الفراغ اسم غير عاقل. ذات هم الذي, وتستخدم إذا جاء قبل الفراغ اسم غير عاقل. الاسم العاقل مفروض نعرفه, الاسم الغير عاقل نعرفه. تمام. العاقل اللي هو يعني اسم يعني الأشخاص, والغير عاقل اللي هو يعني يعتبر جماد. نمبر 3 الهوز, وتعني الذي, وتستخدم إذا جاء بعد الفراغ اسم موصول للملكية. اسم موصول للملكية بعد الفراغ. خلينا ناخذ رأسا طريقة السؤال بالوزارة على مود تقرب لنا الصورة. طريقة السؤال في الوزارة أولا that guy فراغ is sitting there is my cousin. That guy فراغ is sitting there, الجالس هناك معناته that guy يعني ذلك الفتى أو ذلك الشاب. فراغ is sitting there يعني الذي يجلس هناك is my cousin, هو ابن عمي. ناخذ له who or that or where. خذناها who ليش؟ لأنه عندنا قبل الفراغ اسم عاقل. الهو معناتها التي لأنه جانا قبل الفراغ اسم عاقل. فإذا معناتها تصير أنه ذلك الفتى الذي يجلس هناك هو ابن عمي الذي يجلس. تمام. نمبر 2 where are the books فراغ I left there أو I left here. العفو here معناته هنا. نأخذ له who or that or where. زين. where are the books يعني أين الكتب. فراغ I left here يعني تركتها هنا. I left here, left معناتها تركه, تركتها هنا. ناخذ له who أو that أو where. زين. هنا عندنا استخدمنا ذات ليش؟ لأن قبل الفراغ اسم غير عاقل اللي هي البوكس. اسم غير عاقل تصير معناتها where are the books that I left there here, أين الكتب اللي تركتها هنا. تمام. فإذا الذات خليناها من يعني قبل الفراغ اجتنا شيء غير عاقل. ونتذكر القاعده ماتي او ذات نستخدم يعني نستخدمها اذا جاء قبل الفراغ اسم غير عاقل. زين. نمبر 3 a dentist is someone takes care of people's. A dentist is someone
وهنا عندنا فارز نشوفها takes care of people's teeth يعني يعتني بأسنان الناس. زين ماكو قلم نأشر بالمسطرة. Number three, a dentist is someone takes care of people's teeth معناته عن أسنان الناس. زين هنا عندنا join use who يعني أربط باستخدام who. join معناته أربط, use who باستخدام who. زين أنا عندي شلون أربط؟ أول شيء أنا مفروض أتذكر someone تعريف الجاب تمام. ثانيا يعني حسب المعنى اللي عندي أشيل الفارزة وأخلي الهو بمكانها someone هو والسموان هي يعني العاقل الاسم العاقل فوراها تجي الهو تمام يعني نعتبرها انه فراغ فنخلي الهو. A dentist is someone who takes care of people's teeth يعني طبيب الاسنان هو الشخص او هو شخص ما الذي يعتني باسنان الناس. Number 4, the girl فراغ came last in the race was ill يعني البنت اللي وصلت يعني اخيرا في السباق كانت مريضه. ناخذ لها who or that or where احنا قلنا قبل الفراغ اسم عاقل اذا ناخذ لها who تمام ناخذ لها who. البنت التي وصلت اخيرا في السباق كانت مريضه احنا قلنا انه الهو بمعنى الذي وياتي اذا كان قبل الفراغ اسم عاقل اذا the girl who came last البنت اللي وصلت اخيرا in the race was ill في السباق كانت مريضه. Number 5 I saw the man فراغ house was sold زين ناخذ له who لو which لو whose معناتها انه انا رايت الرجل whose house اللي بيته انباع هذا معنى الجمله اللي بيته انباع yesterday البارحة. ناخذ لها الهوز نعوف الهو نعوف الوجه حسب معنى الجملة هوز اللي بيتنباع اللي تمام فإحنا حسب المعنى هماتين يعني. Number 6 That is the man who was stopped by the police who لو that لو were نخلي هو قبل الفراغ عندنا اسم غير عاقل يعني ذلك الرجل اللي توقف من قبل البوليس. شوف هنا استخدام آخر وحدة واستخدام قبل الأخير اللي بيتنباع هنا اللي توقف من قبل فهم المعنى عندنا يفرق لازم نراعي هالنقطة. تمرين واحد عندنا الاكتيفيتي بوك بيج طبعا هاي اهم شيء بالموضوع هاي انه احنا نحفظ شلون جاي النمط اللي عليها بالوزاري هاي اهم شيء. نشوف الاكتيفيتي بوك بيج 77 والاكتيفيتي بوك ياته تمرين واحد عليها وتقريبا يعني هو نصه موجود بالحل اللي هسه حليناه هذا 77 وعندنا خمس نقاط. الفكرة من عنده انه هو عندنا هاي العبارات تمام نربطها ويا هذني من 1 الى 5 اوكي كل من حسب اللي يرهم لها حسب المعنى فهمنا لو لا فاحنا يعني مسويها بشكل كامل هنا نقرأ الحل. نمبر 1 That's the man نمبر 1 that's the man who was stopped by the police. The policeman. That's the man. يعني شوف هنا. Number one. نرجع شوية على الكتاب. Number one. احنا شنو عندي هنا? That's the man. تمام? نشوف لها تكملة من هاي. نشوف لها تكملة من هاي. Okay? That's the, هيش تصير. That's the man who was stopped by the policeman. يعني هذا الرجل ذلك الرجل اللي توقف من قبل اللي تم إيقافه يعني من قبل الشرطة تمام. نمبر 2 Where are the books تكملة من هاي بس احنا شنو نعيد الجملة من الأول يعني مرات أكو ربط مثلا يحتاج نشيل فارزة أو يعني عرفنا مرات تكون هاي العبارة يلا العبارة هاي تمام. نمبر 2 Where are the books نكملها that I left here اللي تركتها هنا Where are the books that I left here Number 3 The girl who came last in the race was ill The girl who came last in the race was ill Number 4 I've brought some cake that my sister made yesterday يعني انه جلبت بعض الكيك that my sister made yesterday اللي سوته اختي البارحة والقبل هذا girl who came last in the race معناتها الفتاة اللي اتت بالاخير
السباق هي كانت مريضة. Number five, students who want to go to university have to work hard in school. يعني الطلاب اللي يريدون يروحون الجامعة عليهم أن يدرسوا بشكل جدي في المدرسة. يعني university معناتها جامعة. فالطلاب اللي يريدون يروحون الجامعة عليهم أن يدرسوا بشكل يعني بشكل مكثف يعني في المدرسة. لهنا خلصنا درسنا لهذا اليوم. إن شاء الله هذا التلخيص راح أنزلكم إياه على التليجرام، وأنزل رابط التليجرام بصندوق الوصف باليوتيوب. تابعوا الشرح أول بأول وانتظرون فيديو جديد إن شاء الله من يونت 6 لسن 5. ومثل ما قلت لكم لا تراكمون المادة عليكم. أوكي، ألتقيكم إن شاء الله بغير فيديو، ومع السلامة.